السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم في قناة بي ذا فيرست، خليك الأول. معاكم مستر هيثم التركي. النهاردة جاءت اللحظة اللي احنا كلنا مستنيينها بقالنا فترة كبيرة جدا، وهي إن الوزير بيعلن دلوقتي الأبحاث المقررة لكل مرحلة دراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي. تعالوا نتابع مع بعض في الفيديو ايه هي الابحاث المقررة لكل مرحلة دراسية وازاي هنشتغل في البحث دوت. ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو ان شاء الله باذن الله تعالى. تابعوا معانا كل جديد على قناة بي ذا فيرست. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا وعدنا حضراتكم ان يوم 9 ابريل 2020 نعلن عن موضوع المشروعات البحثية او المشروعات عموما اللي اختارتها الوزارة كوسيلة للتقييم في المرحلة من الصف الثالث الابتدائي للثالث الاعدادي بديلا للامتحانات التقليدية، وكلمنا عن ده مرة قبل كده. النهاردة هنقول لكم بالتفصيل ايه هي المشروعات لكل سنة من السنين وايه اللي عملناه لكم، ونتكلم عليها شوية نشوفها مع بعض. موضوع استخدام المشروعات موضوع مألوف في موضوع التقييم، يمكن فكرة جديدة بالنسبة لكتير من ولادنا، ولكن هي تغيير عميق في طريقة التعليم، وأعتقد أن نستفيد منه كتير. طبعا موضوع المشروعات مش عاوزين نقلق منه خالص، موضوع أبسط كتير ما احنا فاهمين، وبينمي عمل جماعي جماعي بين الولاد، مش بين الولاد والكبار، بين الولاد بإرشاد من المعلم طبعا، ولكن هو عمل جماعي لمجموعة من الطلاب. بنعلمهم ازاي نبحث عن المعلومة، ازاي نصيغ افكارنا، ازاي نستخرج الإجابات من المصادر المختلفة سواء كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية، هنشوف ده مع بعض. إزاي نربط بين المواد اللي اتعلمناها سواء كانت علوم أو رياضيات أو دراسات اجتماعية أو لغة، إزاي نكتب تقرير، وإزاي نكتب المراجع اللي استخدمناها، وإزاي نحطه في شكل يعني ينفع حتى لما نكبر بعد كده مع سوق العمل، وإزاي نعرضه. فكل ده هنشوفه مع بعض من خلال، هنوريكم نماذج من هذه المشاريع اللي حضراتكم هتلاقوها موجودة على السوشيال ميديا بتاعت الوزارة وعلى موقع الوزارة وفي الجرائد القومية زي ما قلنا مطبوعة لمن لا يستطيع الوصول إلى هذه المنصات. وهيبقى موجود طبعا على منصة إدمودو اللي موجودة في المدارس لكل سنة دراسية المشروعات بتاعتها والتمبلتس اللي هيستخدمها عشان يكتب المشروع النهائي. فتعالوا نشوف مع بعض برؤية العين أحد نماذج هذه المشروعات للمرحلة الابتدائية وللمرحلة الإعدادية، ونعرف برضو معايير تقييم هذه المشروعات. إحنا نشوف مع بعض نموذج حقيقي من المشروعات. إحنا اتفقنا أن لكل سنة دراسية في مشروع واحد هنقدمه بنجمع فيه العلوم المختلفة. فعلى سبيل المثال ده مشروع الصف الثالث الابتدائي. الخطوات لازم نقرأ ده كويس. إحنا هنقرأ المشروعات الموجودة هنا. إحنا اخترنا 4 محاور للمرحلة الابتدائية المشروعات مركزة عليها، يا إما السياحة أو الطاقة أو الصحة أو المياه، ده سواء في تالتة أو رابعة أو خمسة أو ستة. ده نموذج من تالتة ابتدائي. فلو احنا مفروض الطالب هنا يختار فريق العمل، يختار زملائه ويجوا مع بعض ياخدوا قرار هم حابين يشتغلوا في أن واحد من الأربعة دول. بعد ما يختاروا الموضوع هنشوف بقى الأسئلة اللي في الموضوع، وهيبتدوا يقسموا الأدوار على بعض، مين اللي هيجمع المعلومات زي ما هنشوف، ومين اللي هيكتب وهيصيغوها ازاي. فتعالوا نشوف مع بعض على سبيل المثال مثلا السياحة مكتوب هنا تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية، في ضوء هذه دراستك لهذا اعمل مشروع فيه الحاجات دي، أهم الأماكن السياحية وما تشتهر ومنتجاتها زي واحد سيوة مثلا على سبيل المثال. الحاجة اللي مكتوبة بالخط التقيل أو البولد دي معناها كيورد أو كلمة مهمة نستخدمها في البحث لما نروح المكتبة الرقمية أو نروح على جوجل أو نروح أي حتة ندور على الموضوع اللي مكتوب بالأسود، هيوصلنا لمعلومات عن الموضوع ده. لازم ندور على المراجع اللي هتفيدني في أني أعمل هذا المشروع. طبعا أول مرجع هو كتاب المدرسة اللي فيه الحاجات دي متاخدة مما يدرس في كتاب المدرسة، بس كمان في المكتبة الرقمية هنشوف مع بعض هنلاقي فيها إيه. السؤال الثاني اختار احد الاماكن اللي جبتها في اول نقطة ونظم رحلة ليها، تحدد عدد الافراد وسيلة النقل المناسبة
وزع الأفراد على الحافلات، وضح عدد الأفراد في كل حافلة. هنا بنجمع أجزاء من الحساب، أو بنعد بنجمع ونطرح ونخطط للرحلة، وبعدين نختار كلمة ترحيب للسياح باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية عشان الطالب أو الطالبة يكتب حاجة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الاتنين يعني، لأنه بياخد اللغة العربية ومعاه لغة أجنبية. كان ممكن نبص قبل ما ناخد قرار على طب الطاقة، الطاقة بتتكلم على الكهرباء، على أهميتها، على ترشيد استهلاكها، تقول له ارسم مستطيل واحسب محيطه، حاجات كده. الماء موضوع رابع هو الصحة، عندنا السياحة، طاقة، صحة، ماء. مفروض المجموعة تنقي مشروع من دول ويوزعوا الأدوار ما بينهم ويبتدوا يجمعوا. أول حاجة المراجع، نجيب المعلومة منين؟ بعد ما نجيب المعلومات دي نشوف هننظمها إزاي. هنا بقى لو نزلنا تحت هنلاقي إرشادات عامة، وهنلاقي شكل أو تكوين المشروع، هنلاقيه هنا إرشادات عامة، في رقم تعريفي هنكتبه، هنكتب عنوان المشروع، رقم التعريفي للطلاب اللي اشتركوا في المشروع، مقدمة، العناصر، وفي الآخر النتائج والمراجع. هنوريكم ده بشكل أكبر، في عاملين لكم نماذج على وورد علشان نملى فيها الكلام ده، من نريحكم شوية، من ديكو نموذج نمشي عليه سواء على الكمبيوتر أو سواء طبعناه وكتبنا فيه بخط الإيد. إنما هيكل المشروع هيكون عنوان والرقم المؤلف أو المؤلفين، مقدمة عن الموضوع المشروع اللي اخترناه، ثم العناصر اللي جمعناها بعد ما درسنا بقى وجمعنا المراجع وبتاع، والنتائج اللي بنوصل لها. مكتوب هنا كمان إن مقدمة المشروع أو الملخص يبقى بين 25 و 25 كلمة، الموضوع نفسه اللي هنكتبه يبقى بين 200 و 250 كلمة، ده لتالتة ابتدائي. طبعا لو طلعنا في الأعمار هنلاقي الأرقام دي اتغيرت. اللافتة اللي باللغة الإنجليزية تبقى بين 8 و 10 كلمات، وده على قد المرحلة العمرية اللي احنا مستهدفينها. زي ما حضراتكم شايفين في موضوع المشروع بتاع تالتة ابتدائي، فكده احنا بنتكلم على مشروع واحد من احد 4 اختيارات، وهنعمل فيه اللي كنا بنتكلم عليه. لو رحنا للمرحلة المختلفة، يعني لو حبينا نشوف مثلا المرحلة الإعدادية، نخش هنا هنلاقي مشروع لتانية إعدادي. ده لو كبرناه شوية هنلاقي في المرحلة الإعدادية المحاور اختلفت. هنا بنتكلم على تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، أو موضوع الزيادة السكانية والأمن الغذائي، أو موضوع البيئة. ودي مواضيع كلها استخرجت من مخرجات التعلم بتاعت السنة الدراسية دي عن طريق الأساتذة اللي حطوا المناهج. فأي حاجة مكتوبة هنا ليها مرجعية في كتاب المدرسة وفي المكتبة الرقمية اللي ممكن ندخل وندور جواها على أي حاجة من هذه الأشياء. فالمكتبة الرقمية غنية جدا. هنا لو شفنا المطلوب من الطلاب من حيث عدد الكلمات هنلاقي الملخص هنا أكبر طبعا، لأن ده في تاني إعدادي. الموضوع من 700 ل 800 كلمة، ففي عمق أكتر من اللي طلبناه من الطالب اللي في تالتة ابتدائي. اللغة الإنجليزية نكتب فيها من 40 ل 60 كلمة، أكتر من برضو اللي طلبناه من الأطفال الأصغر سنا. لو احنا حبينا نروح نشوف طب كنا هندور على المراجع دي فين، ندور على المراجع يا إما في كتاب المدرسة طبعا نجمع منه اللي نقدر عليه. المكتبة الرقمية بننصحكم بشدة لكل من يستطيع الوصول إليها إنه يحاول يخش هنا. وإحنا بنشكل المجموعة ممكن يبقى واحد من الأربعة أو خمسة عنده اتصال بالإنترنت، حتى لو زملائه ما عندهمش، على الأقل واحد في المجموعة يفيدنا إن إحنا نخش هنا، لأن هي فيها مراجع هتفيدنا جدا. لو دوسنا ذاكر الآن هنا عشان نخش جواها هنلاقي طبعا المواد الدراسية كلها بتاعتنا هنا نقدر ندور فيها. بس في وسيلة أسهل من كده، لو إحنا في ابتدائي في رابعة أو خمسة ابتدائي واخترنا مثلا موضوع الكهرباء، موضوع الطاقة، فهنكتب هنا ندور في كلمة في البحث فوق عن موضوع معين سواء المناخ أو الكهرباء أو اللي كان مكتوب بالعريض. تعالوا نكتب مع بعض مثلا الكهرباء ونشوف الموقع بتاع المكتبة الرقمية هنلاقي فيه ايه عن الكهرباء.
هنا وسيلة البحث أسهل كتير جدا من الكتاب الورقي، عشان كده بننصح إنكم تخشوا هنا. هنلاقي بقى مصادر كتير جدا، من أول أنواع الكهرباء لتوليد الكهرباء لطرق ترشيد الاستهلاك، وهنلاقي إن مثلا ترشيد استهلاك كهرباء داخل في مشروع الطاقة. الكلمة الدالة اللي بندور عليها أو كيورد كلمة ترشيد استهلاك كهرباء، هنلاقي لها هنا مصادر نقدر نبص فيها، أخطار الكهرباء، إزاي بتتولد الكهرباء وكده. لو عاوزين، لو أنا في خمسة ابتدائي يمكن في حاجات من دي أكبر من سني، عشان أعرف أوصل للمستوى بتاعي اللي على اليمين ده اسمها الكلمات الدالة، أو بالإنجليزي اسمها keywords أو tags. نقدر نختار هو أنا بتكلم على أنه سنة، بتكلم على ثانوي ولا بتكلم على ابتدائي. بصوا هنا كده على اليمين، لو أنا في ستة ابتدائي هروح دايس على ستة ابتدائي، هتختار من الحاجات دي الحاجات بتاعت ستة ابتدائي بالتحديد، عشان كده مكتوب هنا صف السادس ابتدائي. وانا خدت الليستة اللي طلعت لي من اول محاولة ولخصتها لما يناسبني، كان ممكن اعمل كده واختار تالتة او رابعة ابتدائي عشان ما انتهش في بحر كبير. فعن طريق بس البحث بالكلمة الاساسية اللي بدور عليها، سواء الماء او السياحة او واحد سيوة او كده، هلاقي مصادر كتيرة جدا. واحنا لما نختار، لما فريق العمل من الطلاب يختار مصدر، يكتب على جنب هو جابه منين، يكتب المصدر ده هو المرجع ده اللي معمول من نهضة مصر او معمول من بريتانيكا، يكتب اسمه، عشان في الاخر واحنا بنبني المشروع لازم نقول كل حاجة استخدمناها جات منين. واحنا بنعمل ده عاوزين نتعلم موضوع اسمه الملكية الفكرية. الفكرة مش ان انا انقل حاجة من النت اعمل لها كوبي واروح حطيتها الناحية التانية وادعي انها بتاعتي، دي مش بتاعت مدام حد تاني كتبها تبقى مش بتاعتنا، لازم اقول مين صاحبها. ما اقدرش اخد صورة من الانترنت واروح حطيتها من غير ما اقول مين صاحب الصورة. فاي حاجة ناخدها سواء صورة او مرجع او كلام لازم اقول مين مؤلفه، انا نقله عن فلان. فعشان كده دي حاجة بنتعلمها واحنا بنعمل المشروع. بس واحنا بندور في الاول على مصادر نصيغ بيها الرد بتاعنا كمجموعة، بندور في كتاب المدرسة وبندور هنا. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا كتاب كلمة واحدة هنا جابت لنا كل ده. لو كنا كتبنا هنا حاجة تانية زي مثلا عاوز اكتب واحد سيوة مثلا، هل هلاقي حاجة ولا لا؟ لو كتبنا واحد سيوة نشوف هيقول لي ايه هنا، هل هنلاقي هنلاقي حاجات كتير عن هذا الموضوع. هتلاقوا كلمة سيوة موجودة هنا اهي، نقدر ندور بيها، فبيجيب لي سميها هنا أرض النخيل، فهنلاقي في الثلاث حتت دول مراجع عن هذا الموضوع. فإحنا عاوزين أولياء الأمور يمكن مع الأطفال الصغيرين يساعدوهم في أنهم يلاقوا المراجع، ونسيبهم بعد كده هم يقروها ويطلعوا اللي هم عاوزينه، مش نعملها لهم، عاوزينهم هم اللي يروحوا يكتبوها بالطريقة بتاعتهم، يبذلوا المجهود وينظموها بالشكل ده. فده يعني جولة سريعة، هنعمل جولات تانية بعد كده نوضح فيها الحاجات دي أكتر، ولكن دي نظرة سريعة. ولستة المشاريع بتاعت السبع سنوات من تالتة ابتدائي لتالتة إعدادي هتلاقوها. حضراتكم موجودة على موقع الوزارة وعلى السوشيال ميديا وعلى الجرايد ان شاء الله الورقية. احنا هنا عاوزين نشوف كمان غير الموضوع ده، عاوزين نرجع خطوة لورا ونشوف معايير تقييم المشروعات. لو رجعنا هنا تاني نخش في هذا الملف عشان نعرف، اكيد حضراتكم بتسألوا انا هتديني هتحكم على المشروع ازاي. عشان نحكم على المشروع، معايير الحكم على المشروع عشان المشروع يبقى مقبول، ما هو ما فيهوش درجات، هو يا مقبول يا غير مقبول. مقبول لازم احقق العناصر اللي مكتوبة على اليمين، يبقى فيها عنوان جذاب الفريق هيختاره مع بعضه، نعرض المشروع بطريقة منظمة، فن كتابة صياغة التقرير يبقى ازاي، لو هكتبه بايدي اكتبه بخط كويس منظم في التمبلت اللي هنديها لكم اللي تمشوا عليها، نستخدم المفاهيم من المواد الدراسية بتاعتنا، حتى لما نشير لكتاب المدرسة نقول خدنا ده من الكتاب صفحة كذا العنوان الفلاني.
أو من المكتبة الرقمية أو من أي مصدر آخر، نلتزم بعدد الكلمات المحددة جميع محاور المشروع، ما سيبش حاجة فيه فاضية. المراجع مهمة جدا جدا، يعني أي انتقاص من هيكل المشروع يعمل مشكلة. فإحنا عاوزين وإحنا بنعمل مشروع نتأكد إن إحنا عدينا في الحاجات دي. طبعا وإحنا بنكتب باللغة العربية أو الإنجليزية نراعي القواعد النحوية والإملة وعلامات الترقيم، لازم نركز فيها، ما نكتبش حاجات، نتأكد من الحروف مظبوطة وكل حاجة مظبوطة. الحاجة المهمة نعرفها إنه أساس رفض المشروع هو تطابقه مع مشروع آخر، أو لو حسينا إن اللي عمل المشروع حد غير الطرف، المشروع ده يعتبر غير مقبول. ولو المشروع غير مقبول الطالب هيضطر يجي قبل العام الدراسي عشان يمتحن بديلا عن هذا المشروع، يبقى اسمه كده ما خلصش الترم التاني. فيا ريت ناخد بالنا من النقطة دي جدا، المشروع هيترفض إذا حصل تطابق مع مشروع آخر، ودي حاجة هنقدر نوصل لها إن شاء الله. بس يعني الصورة العامة خطوات بسيطة، وعندنا 4 أو 5 أسابيع للمجموعة تشتغل فيها على المشروع اللي هم اختاروه ويقدموه بالشكل. الحاجة الوحيدة اللي عاوزين نشوفها معاكم غير دي هي النموذج اللي هنمشي عليه. يعني لو دخلنا هنا تاني نلاقي ان احنا مثلا لسنة رابعة ابتدائي عاملين تمبلت. تمبلت يعني نموذج للمشروع هيبقى مكتوب ازاي، فده هتلاقوه حضراتكم على منصة ادمودو، هتلاقوه على موقع الوزارة وعلى السوشيال ميديا، ممكن ناخده. لو انا بستخدم كمبيوتر اقدر املى جوه ده على طول، عنوان الموضوع، الرقم التعريفي، المقدمة، ممكن بعد كده عناصر الموضوع مكتوب، ده من 400 ل 500 كلمة، وده مشروع الطاقة. كل مشروع له نموذج امشي عليه، وبعد كده هنا ممكن احط صور، ممكن ازود عن الصور دي، بس ده يعني حاجة تساعدكم على بناء المشروع. نملى الكلام هنا وبعدين نكتب النتائج والمصادر، ففي يعني هيكل نمشي عليه، ونمشي عليه في حياتنا بعد كده. نتعلم نكتب ازاي تقرير عن موضوع معين، ازاي نبحث، ازاي نكتب الافكار ونشير للمصادر ونكتبه بشكل منظم في النقط دي كلها عملناها. فده الشكل العام لموضوع المشروعات، وهتشوفوا حضراتكم تفاصيله اكتر على موقع الوزارة ان شاء الله. يمكن من الاسئلة المنتشرة وعاوزين نرد عليها الحقيقة ونتحرك للنقطة اللي بعديها، هي قضية أنا ما عنديش إنترنت أتصرف إزاي. ففي حلين، إحنا طبعا اللي عنده وسيلة يوصل للمنصات اللي الوزارة بتستثمر فيها على الإنترنت، سواء المكتبة الرقمية، سواء منصة التواصل إدمودو اللي في المدارس، كل ده طبعا المكتبة هيلاقي حاجة أكثر عمقا يعني، وبالتالي ظريف ان المجموعة تكون فيها حد على الاقل واحد يقدر يوصل الانترنت، ده هيفيدنا جدا. اذا ما كانش كتاب المدرسة هو المرجع الرئيسي، واي كتب اخرى بتصب في الموضوع ده، وفي نفس الوقت نقدر هنشوف هنسلم المشاريع دي ازاي. الاول هنعملها ازاي، هنلاقيها على صفحات الجرائد المكتوبة زي ما هنلاقيها على المنصات الالكترونية، فالطالب يختار هيجيبها منين. وفي نفس الوقت لما نخلصها ممكن اعملها على الكمبيوتر واسلمها بوورد فايل، وده الافضل عشان الولاد تتعلم استخدام التكنولوجيات دي من صغرها. اذا ما كانش ممكن يطبع النموذج اللي انا وريته لكم على الشاشه ويكتبه بخط ايده، او المجموعه تكتبه. هنيجي بقى نسلمه في المدرسه قبل 15 مايو اما يخلص، لو خلص قبل كده نسلمه. لو في طريقتين، لو انا على المنصه اللي اسمها ادمودو لازم في الاخر المشروع يبقى على هذه المنصة، فاما انا احطه على المنصة بنفسي لان انا عضو فيها وبقدر احط الحاجة عليها، او لو ما عنديش هتبقى انا كتبتها ورقيا هحولها الى حاجة الكترونية عن طريق سكانينج مثلا، وبعدين احطها على فلاشة واسلمها في المدرسة. مش هروح المدرسة اقول لهم اعملوا لي انتوا ده، المدرسة مش هتكون قادرة على الطالب اللي يصل الى الانترنت.
الكورسات هيقدمه على الانترنت. اللي مش هيصل الانترنت هيروح لانترنت كافيه او مكان هيحول الورق الى حاجه ديجيتال ويحطها له على فلاشه ويجيبها لنا في المدرسه. التطوير التكنولوجي في المدرسه هيحملها على المنصه بحيث في الاخر تبقى كل المشاريع على هذه المنصه عشان الوزاره تقدر تصلحها. موضوع المنصه والدخول عليها وطريقه استخدامها نفرد له مقام اخر يوم الاثنين 13 ابريل ان شاء الله، يبقى في فيديو تاني بيشرح موضوع المنصه. فمش عاوزين نشغل بالنا دلوقتي بالكود اللي هنخش بيه المنصه، ده هنقوله لوحده بعيدا عن الموضوع ده. الامتحان تسليمه بعد 4 أو 5 أسابيع من النهارده، فيا ريت النهارده يبقى اهتمامنا كله ان احنا نعمل المجاميع دي مع بعض ونركز على استكمال المراجع والشغل على المشروع، ما نسبقش الاحداث بموضوع التسليم. لسه قدامنا 4 أسابيع، احنا طول الوقت ده معلومات عن كيفية تسليمه وتروحوا تعملوه ازاي وكل حاجة طول ما احنا ماشيين. القضية اللي يمكن مهمة اقولها دلوقتي هي ازاي احنا بنعمل كل ده ليه؟ احنا بنعمل كل ده علشان دي طريقة زي ما حضراتكم شايفين بنعلم الولاد حاجة جديدة، حاجة مهمة جدا هتفيدهم في الحياة بعد كده أكتر من الامتحانات التقليدية. نعلمهم ازاي يجيب المعلومة بنفسه وازاي يصيغها وازاي يعبر. يعني موضوع السياحة هيعملوه آلاف الطلاب، مش هيطلعوا نفس الحاجة، فكل مجموعة ليها رؤية وليها شكل، وده كله كويس بالنسبة لنا. اللي يعمل المجهود ويمشي على الخطوات دي ده البحث بتاعه مقبول. اللي مش مقبول اي حاجة فيها غش او نقل او اني ادفع لحد يعملهولي، ده بالنسبة لنا مرفوض تماما. والحقيقة بعد كل الاستثمارات اللي عملتها الدولة وبعد ما رأيناه من الناس فعلا عاوزة تتعلم، الوزارة هتاخد موقف اكثر صرامة في التعامل مع موضوع الغش وموضوع النقل وموضوع الفلوس بشكل قانوني واحيانا جنائي. فاي مكتبات او سايبر كافيز او اعضاء في وزارة التربية والتعليم هيعرضوا هذا الموضوع هيتعرضوا لمساءلة قانونية مباشرة ما فيهاش اي تمييز. الحاجة التانية، الطالب اللي هيثبت عليه والوزارة قادرة على هذا انه في بحث متطابق او منقول او حد اكبر سنا عامله له هيرفض مباشرة وهيدخل امتحان في سبتمبر. فاي حد بيروح للسكة دي ما يزعلش من النتيجة. النتيجة احنا اي حد هيبذل مجهود ده بنساعده بكل الطرق، ومش عاوزين المجموعة الصغيرة اللي هتحاول تخترق هذا النظام وتتفاداه تأثر على الآخرين أو يعني تمنعهم من التعلم. الموضوع ده حصل في امتحانات أولى ثانوي اللي هي الإلكترونية، رغم أنها تجريبية وبلا درجات إلا أنه في أولاد كتير قاعدة على واتساب بتتنقل الإجابات، مع أن الفكرة من الامتحان اللي طلبوه الأولاد أنهم يتدربوا قبل الامتحان اللي بنمر. فهو لما بياخده من زمايله اللي عندهم واتساب هو بيهدر بيضيع على نفسه حتى فرصة التدريب اللي هو طلبها. فلما يجي الامتحان وما يعرفش يعمل كده هيبقى تعبان. الأهم بقى ان اللي في تانية ثانوي النهارده ده رايح تالتة ثانوي السنة الجاية بعد شهور، لو ما استخدمش أولى وتانية ثانوي للتدريب على هذا النوع من الأسئلة هيصطدم بتالتة ثانوي حيث التأمين عالي جدا، مش هيعرف يعمل كده، وبالتالي هو اللي هو بيعاقب نفسه. فاحنا بنقول له استثمر الفرصة اللي احنا بدينها لك، وبننادي أولياء الأمور ما يصرفوش مليم على بناء هذه المشاريع. أي مجهود يقوم به الطفل في ثالثة ابتدائي في رابعة ابتدائي بالنسبة لنا أهم بكتير جدا. مش لازم يعمل إجابة، مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية، احنا عاوزينه يبذل الجهد ويشتغل ويتعلم ويدور ويدخل المكتبة الرقمية ويصيغ، ده مقبول. اللي مش مقبول إن حد يعمله له حتى لو كان أحسن، ده مش مقبول بالنسبة لي.
نفتكر بس ان اي بحث بحث مطابق مطابق او او ما نقول منقول هنضطر هنضطر نرفضه، نرفضه، وبالتالي وبالتالي الطالب الطالب هيقعد هيقعد مش السنة، السنة، هيجي هيجي في في سبتمبر سبتمبر يمتحن يمتحن بامتحان بامتحان تقليدي، تقليدي، مش مش هيعمل هيعمل هيمتحن امتحان امتحان تقليدي تقليدي عشان عشان يطلع يطلع للسنة للسنة اللي اللي بعديها. بعديها. فلو فلو سمحتوا سمحتوا خلونا خلونا نبعد نبعد عن عن كل كل هذه هذه المحاولات المحاولات اللي اللي ابتدت ابتدت من من قبل قبل ما ما نعلن نعلن عن عن المشاريع، المشاريع، حتى حتى ابتدت ابتدت في في هذا هذا الاتجاه. الاتجاه. نفس نفس الكلام الكلام ينطبق ينطبق على على أولى أولى وتانية وتانية ثانوي. ثانوي، أي أي ادعاء ادعاء بأن بأن الأجهزة الأجهزة مش مش بتشتغل بتشتغل وهو وهو غير غير صحيح صحيح أو أو امتناع امتناع عن عن الامتحان الامتحان هيعامل هيعامل نفس نفس معاملة معاملة عدم عدم تقديم تقديم المشروع، المشروع، وهي وهي إنه إنه هيجي هيجي في في سبتمبر سبتمبر وهيمتحن وهيمتحن تاني. تاني. بتوع بتوع ثانوي ثانوي يمتحنوا يمتحنوا تاني تاني إلكترونيا إلكترونيا لو لو ما ما عملوش عملوش الامتحان الامتحان ده ده بالطريقة بالطريقة النظامية. النظامية. فبعيدا فبعيدا عن عن كده كده الأمور الأمور مفروض مفروض تمشي تمشي كويس كويس إن إن شاء شاء الله، الله، وما وما يبقاش يبقاش فيها فيها أي أي مشاكل، مشاكل، والوزارة والوزارة هتقدم هتقدم لحضراتكو لحضراتكو أكتر أكتر من من فيلم فيلم يساعد يساعد على على بناء بناء هذه هذه المشاريع المشاريع غير غير اللي اللي عملناه عملناه قبل قبل كده كده واللي واللي بنقوله بنقوله دلوقتي. دلوقتي. آخر آخر حاجة حاجة بقى بقى أحب أحب أقول أقول لكم لكم مفاجأة مفاجأة جديدة جديدة عملتها عملتها الوزارة الوزارة في في الأيام الأيام القليلة القليلة اللي اللي فاتت، فاتت، ما ما كناش كناش اتكلمنا اتكلمنا عليها عليها بس بس أعتقد أعتقد هتفيد هتفيد ناس ناس كتير كتير جدا، جدا، بالإضافة بالإضافة للقنوات للقنوات التعليمية التعليمية وبالإضافة وبالإضافة للمكتبة للمكتبة الرقمية الرقمية والمنصة والمنصة إدمودو إدمودو وللمشروعات وللمشروعات اللي اللي اتكلمنا اتكلمنا عليها عليها دلوقتي. دلوقتي هنوريكو هنوريكو منصة منصة جديدة جديدة خالص خالص الدخول الدخول عليها عليها مجاني، مجاني، عملها عملها التعليم التعليم الإلكتروني الإلكتروني في في الوزارة الوزارة علشان علشان يعمل يعمل لكم لكم فصول فصول حية حية لمراجعات لمراجعات المرحلة المرحلة الإعدادية الإعدادية والثانوية. والثانوية. أعتقد أعتقد إنكم إنكم هتنبسطوا هتنبسطوا منه، منه، فتعالوا فتعالوا نشوفه نشوفه مع مع بعض بعض عشان عشان تكتمل تكتمل الصورة الصورة يعني. يعني. تعالوا تعالوا نشوف نشوف مع مع بعض بعض زي زي ما ما قلنا قلنا أحدث أحدث يعني يعني ما ما أنتجته أنتجته الوزارة الوزارة للتعامل للتعامل مع مع الأزمة الأزمة اللي اللي إحنا إحنا فيها فيها ومساعدة ومساعدة الولاد الولاد قدر قدر الإمكان. الإمكان. إحنا إحنا كنا كنا ذكرنا ذكرنا كذا كذا حاجة حاجة عشان عشان ما ما نتلخبطش. نتلخبطش. أول أول حاجة حاجة عملناها عملناها كانت كانت المكتبة المكتبة الرقمية الرقمية اللي اللي إحنا إحنا قلنا قلنا هندور هندور فيها فيها على على مراجع مراجع للمشروعات، للمشروعات، وبعدين وبعدين بنشتغل بنشتغل دلوقتي دلوقتي على على المنصة المنصة بتاعت بتاعت إدمودو إدمودو اللي اللي هنتكلم هنتكلم عليها عليها يوم يوم الاثنين الاثنين 13 13 إبريل إبريل اللي اللي في في الفصول، الفصول، وهيبقى وهيبقى عليها عليها مراجع مراجع والسادة والسادة المعلمين المعلمين هيساعدوكوا هيساعدوكوا في في التعامل التعامل مع مع المشاريع. المشاريع. وبعدين وبعدين المشروعات المشروعات نفسها نفسها اللي اللي بنعرضها بنعرضها النهاردة، النهاردة، والمنصة والمنصة الحالية الحالية منصة منصة البث البث المباشر المباشر للحصص للحصص الافتراضية. الافتراضية. دي دي غير غير القنوات القنوات التعليمية التعليمية اللي اللي متاحة متاحة على على التلفزيون. التلفزيون. دي دي بتحتاج بتحتاج إنترنت، إنترنت، ممكن ممكن من من أي أي موبايل، موبايل، من من أي أي آيباد، آيباد، من من أي أي جهاز جهاز كمبيوتر. كمبيوتر. العنوان العنوان بتاعها بتاعها ستريم، ستريم، كلمة كلمة ستريمينج ستريمينج هي هي البث البث المباشر، المباشر، ستريم ستريم دوت دوت ام ام او او اي اي اللي اللي هي هي المينستري المينستري اوف اوف اديوكيشن اديوكيشن دوت دوت جوف جوف دوت دوت اي اي جي. جي. العنوان العنوان ده ده يجيبنا يجيبنا في في هذا هذا المكان. المكان. منصة منصة البث البث المباشر المباشر دي دي بتستخدم بتستخدم تكنولوجيا تكنولوجيا حديثة حديثة جدا جدا عاملاها عاملاها شركة شركة سيسكو سيسكو أو أو مايكروسوفت. مايكروسوفت. لازم لازم ننزل ننزل الابليكيشن الابليكيشن يا يا إما إما بتاع بتاع تيمز تيمز بتاع بتاع مايكروسوفت مايكروسوفت أو أو ويبكس ويبكس بتاع بتاع سيسكو. سيسكو. هو هو هيقول هيقول لك لك كده كده لو لو نزلنا نزلنا تحت تحت شوية شوية بنختار بنختار الصف الصف الدراسي، الدراسي هنا هنا المفروض المفروض نختار نختار المرحلة المرحلة الدراسية الدراسية الموجود الموجود دلوقتي دلوقتي فصول فصول على على الهوا الهوا من من أفضل أفضل الأساتذة الأساتذة في في وزارة وزارة التربية التربية والتعليم والتعليم لتالتة لتالتة إعدادي إعدادي أولى أولى ثانوي ثانوي تانية تانية تالتة تالتة ثانوي، ثانوي، يعني يعني الإعدادية الإعدادية والتلات والتلات مراحل مراحل السنة. السنة. الكلام الكلام ده ده اتعمل اتعمل في في الفترة الفترة الأخيرة. الأخيرة هنا هنا بنختار بنختار المرحلة المرحلة الدراسية الدراسية يا يا إما إما الإعدادية الإعدادية أو أو الثانوية الثانوية لو لو دخلنا دخلنا هنا، هنا واخترنا واخترنا تالتة تالتة ثانوي ثانوي باعتبارها باعتبارها سنة سنة مهمة مهمة لدى لدى كثير كثير من من الناس. الناس. هنلاقي هنلاقي جدول جدول البث البث المباشر المباشر بتاع بتاع هذه هذه المرحلة. المرحلة. هنلاقي هنلاقي إن إن كل كل يوم يوم حد حد هيبقى هيبقى فيه فيه لغة لغة إنجليزية إنجليزية من من واحد واحد من من 12 12 لواحدة، لواحدة، ولغة ولغة عربية عربية من من 2 2 ل 3، ل 3، كل كل يوم يوم 2 2 في في رياضيات رياضيات وأحياء، وأحياء، 3 3 في في كيمياء كيمياء وتاريخ، وتاريخ، 4 4 في في وهكذا. وهكذا. الكلام الكلام ده ده موجود موجود للثلاث للثلاث سنين سنين الثانوي الثانوي وللشهادة وللشهادة الإعدادية الإعدادية في في جميع جميع المواد المواد على على مدار مدار الأسبوع الأسبوع نقدر نقدر نخش نخش نشوفه نشوفه هنا. هنا. فكده فكده بقى بقى عندنا عندنا مصادر مصادر كتير كتير للتعلم للتعلم عن عن بعد، بعد، سواء سواء البث البث المباشر. المباشر. هنا هنا في في أستاذ أستاذ بيشتغل بيشتغل في في الوقت الوقت ده ده على على الهوا، الهوا، والفصل والفصل الواحد الواحد بياخد بياخد لحد لحد 10,000 10,000 تلميذ تلميذ مع مع بعض، بعض، يعني يعني قاعة قاعة كبيرة كبيرة جدا جدا افتراضية افتراضية فيها فيها 10,000 10,000 واحد، واحد، ممكن ممكن يبقى يبقى فيه فيه كذا كذا فصل فصل منهم. منهم. المهم المهم إنه إنه دي دي منصة منصة بث بث مباشر مباشر فرق فرق الوزارة الوزارة بتشتغل بتشتغل عليها عليها دلوقتي، دلوقتي، وهنسجل وهنسجل كمان كمان كثير كثير من من هذه هذه المحاضرات المحاضرات ونحطها ونحطها على على موقع موقع الوزارة الوزارة اللي اللي عاوز عاوز يشوفها يشوفها خارج خارج الفترة الفترة الزمنية الزمنية دي. دي.
وفي نفس الوقت في القنوات التعليمية في التلفزيون ليها برامجها ومنصة إدمودو ونحط عليها حاجات كتير والمكتبة، فكل العناصر دي مع بعض ذخيرة كبيرة جدا تساعد كل واحد قدر الإمكان. وفي حاجات عملها الجرائد المصرية وقنوات تلفزيونية برضو بتضيف لحضراتكم، فيعني إن شاء الله تجدوا كل ما تحتاجوه سواء للامتحانات زي الثانوية العامة أو الشهادة الإعدادية أو اللي في أولى وتانية ثانوي بيحضروا الامتحانات الإلكترونية في مايو، كل واحد هيلاقي الحاجة اللي هو عاوزها. ونتمنى إن الموضوع ده يمشي على خير وتبقى خبرة في التعلم بشكل جديد نستمتع بيها وننتقل للسنة الأعلى. شكرا جزيلا.